وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كانت هذه الشفاعة كلها وهي الوساطة لا يمكن أن تحصل إلا بإذنه عز وجل لأنه هو الذي يملكها، فما ظنكم بمن يجعل شفعاء ووسطاء للخلق إما موتى أو ما شابه هؤلاء، يأتي إليهم ويجعلهم وسطاء فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره أو إلى ولي من الأولياء كما يزعمون، ويجعلونهم شفعاء ووسطاء عند الله. وهذا هو شرك أهل الجاهلية لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.